أبي، أتريد أن أحضر لك خبزاً وزبيباً أو تمراً لتأكل قبل أن أذهب؟ كلا، شكراً. إذن أذهب. يوسف، لا تذهب الآن، ابقى هنا قليلاً. إنني دائماً في خدمتك يا أبي. يوسف، أخبرني ماذا فعلت مع قطعان المواشي أمس؟ عملت على إحصائها وقد وضعت العلامات على أكثرها، لم يبق سوى القليل غير معلم، لأن الحناء الذي كان معي قد نفد. وكيف وجدت القطعان هذا الموسم؟ عدد فحول الماعز ازداد وقد حان الوقت للانتقاء من بين القطعان. أريدك أن تتحدث مع أخيك راوبين عن ذلك. نعم يا والدي، راوبين ويهوذا هما أكثر الإخوة أهلا للثقة. أعرف ذلك، لدي أبناء لا خير فيهم. يوسف، ماذا كنت سأفعل بدونك؟ أبي، لديك الكثير من العبيد الحكماء، يمكنك أن تثق بهم. يا بني، لن يقبل إخوتك أبدا رقابة عبد على شؤونهم. المشكلة أنهم ليسوا حكماء وغير حريصين على القطعان. إنني أعتمد عليك في كثير من الأمور. تسرني خدمتك دائما وأبدا يا أبي. منذ أن ماتت أمك راحيل وهي تلد بنيامين، كفحت لرعايتكما كليكما. يوسف، لا تتباهى بحبي لك أمام إخوتك، إنهم زمرة حساد ولن يتوانوا عن المساس بك وأذيتك. لا تقلق يا والدي، أنا شاب متين ويمكنني أن أدافع عن نفسي بينهم، وأثبتت ذلك مرارا. أعرف ذلك، وليعطيك الله مزيدا من القوة والحكمة. سأخرج الآن لأكمل العد وأضع العلامات، وأعود إليك بتقرير مفصل عن عدد الفحول والنعاج وعدد الماعز التي خلفت وعدد السخول وعدد الخراف التي بقيت حية وأكثرت القطعة. اذهب وليرعاك رب إبراهيم. ليس قبل أن أخذ معي لإخوتي بعض الزاد. فليكن. سنذهب إلى المدينة الليلة. كم من الغنم بقي بدون علامة؟ ربما حوالي 30. 30؟ إذا أخذنا منها نعجتين بالتأكيد سيلاحظ يوسف. من يبالي؟ يتعين عليه أن يصدق ما نقول. يمكن أن نقول أن قطيعا من الذئاب انقض على الغنم ولم نستطع حمايتها لقلة عددنا. استخدمنا قصة الذئب في آخر مرة اتهمنا فيها بتخفيف القطعان. نقول انقض عليها أسود جبل أو سطع عليها لصوص. لا تستخدموا اللصوص وإلا فسيكون حالنا سيئا. يهمني أن أعرف ماذا يقول رؤوبين وإخوته عندما يأتي يوسف لمحاسبتهم على النقص في قطعانهم. قطعانهم أكبر من قطعانهم، ويصعب على يوسف أن يكتشف إذا أخذوا نعجة هنا أو هناك. يمكننا أن نغير على قطعانهم من غير أن يشعروا، ونأخذ بعض الخراف غير المعلمة، وعندها سيضطرون إلى تقديم العذر ليوسف بأن اللصوص سرقوا نماء قطعانهم، ونكون نحن الفائزين. هذا ثمن باهظ مقابل ليلة في المدينة. لقد كنا نحن دائما المذنبين، لن يضيرهم أن يكونوا المذنبين مرة واحدة. أنذهب ونسرق من قطعانهم؟ نأخذ بعض الخراف غير المعلمة، وإن رأونا فلن يحصل طيب بيننا. بعد قليل سيذهبون لسقي الغنم من البئر، فنتظاهر بأننا لا نعلم أنهم هناك، وندفع قطيعنا إلى البئر وهو يعرف طريقه إلى الماء، ونحن نبقى بعيدين عنه، فتختلط القطعان ولا يكون بينها فصل واضح، وبعد ذلك نلحق بقطيعنا ونعد منها ما نريد، وندعي بأن هذا العدد هو ما كان لدينا دائما من الغنم التي لا تحمل علامة. تلك خطة ناجحة أعتقد، إنهم لا يعدون الخراف غير المعلمة. يوسف وحده يعرف العدد. أن يحتقر ذلك المغرور. لا، نعرف ذلك، وخصوصا أن قفاك ما زال يحمل ردود قدمه. لن أنسى ذلك أيضا، يعتقد أنه فطين. الحق يا دان، كنت تستحق ذلك،
لم يعد الولد الصغير الذي تضربه. كفه رائع يا نفتالي، هيا لننفذ خطتنا حتى نكون بالمدينة قبل حلول الظلام، لنتمكن من بيع بعض الخراف التي سنأخذها منه. هيا هيا بنا. هيا أبي، أنا ذائب يا أبي. انتظر يا يوسف. أخذت الحناء؟ الحناء هو أدوات الكتابة وكل ما يلزم لإحصاء كل شيء. خذ يا بني. ما هذا؟ قميص، البسه كإشارة إلى كل من تقابله بأنك أحب أبنائي ووكيلي. شكرا يا أبي، إنه جميل جدا، سأكون عند حسن ظنك. ليكن الرب معك. رأيت؟ أرسلوا قطعانهم عمدا ولم يأتوهم. سيأتوا وعندها سنريهم. دان، ما معنى هذا؟ لقد هربت منا. لم ندري أنكم كنتم تسكون قطيعكم. صدقتكم دان، أنت ثعلب ماكر. قلت لك لم ندرك أنكم كنتم تسكون قطعانكم. كنتم تعلمون وقمتم بهذا العمل عن قصد. خذوا أغنامكم وانصرفوا من هنا قبل إذا أن... إذا كنت فالحاً فافصلها أنت يا شمعون. روبين، انظر من القادم. إنه يوسف. نعم، إنه يوسف. انظروا ما أجمله. توقيت سيء. سيء فعلاً. ما الذي يرتديه؟ ما هذا الذي تلبسه يا يوسف؟ قميص. إنه جميل جداً، لم أرى مثله. أعرف ذلك. من أين أتيت به؟ والدي أعطاني إياه. والدنا يفضلك علينا جميعا. إنه يحب جميع أولاده. السلام عليكم. انظروا ما أجمل القميص الذي يلبسه يوسف. والدنا أعطاه إياه. حقا؟ ما المناسبة؟ ليعلم الجميع أنني وكيل أبينا يعقوب. تشرفنا بالوكيل. إنه مدلل أبيه. هل أحضرت الطعام لنا من عند أمهاتنا؟ بعض الخبز والجبن. لهذا حضرت؟ كلا، جئت لأضع العلامات على القطعان. ولكن لماذا خلطتموها بعضها ببعض؟ لقد خلطت من غير قصد. سيصعب عليك فرزها وتعليمها. لا تقلق، أعرف الأغنام وسأعلمها. إذا كنت فالحاً حقاً، كم من الغنم بقي بدون علامة؟ بقي 28 خروفاً غير معلمة. عندنا أكثر من ذلك. ليس بموجب حسابي. إلى أين أنت ذاهب؟ لأحضر الحناء وأضع علامة على الأغنام التي بقيت دون علامة وأعدها لأقدم لأبينا إحصاءً بكل المواشي، وسأفعل ذلك والغنم مختلطة. الوقت متأخر، افعل ذلك غدا. وما الفرق إذا فعلت ذلك اليوم أو غدا؟ سنجد مشقة كافية في فصل الغنم بعضها عن بعض. دان على حق، ضع علامة على الغنم غدا يا يوسف. يجب أن أنهي العد وأعود إلى حبرون. الطريق طويلة بين حبرون وشاكيم. ابق معنا الليلة وغدا تعود إلى حبرون. أم لا يعجبك البقاء مع الرعيان؟ لا أريد أن أقلق والدي. دعك، لا تقلق، إنه يعلم بأنك معنا. دان. نعم. تعال، أريد أن أتحدث إليك.
انتهينا بغنم لا تحمل علامة أقل مما كان عندنا من قبل. كيف تم ذلك؟ ألم تسمع يوسف يقول أنه بقي عندنا 28 خروفاً غير معلم؟ لابد وأنهم يغربلون قطعانهم أيضاً. قصدك يأخذون منها ويبيعونها كما نفعل نحن؟ اصمت سيسمعون. لا تقلق إنهم بعيدين عنا. أترك الأمر علي. هيا روبين، كم عدد الغنم في قطيعكم التي لا تحمل علامة؟ أنا أقول لك كان لديهم 28 خروفاً غير معلم. لا أرى أكثر من 20 خروفاً غير معلم. روبين، لا تقل لي أن اللصوص والذئاب قد أودت بنصف مواليد الربيع. ما الذي تتكلم عنه؟ لابد وأنك أنت الذي خلط القطعان بقصد إخفاء الحقيقة عن أنك تغربل قطيعكم لصالحكم. كفى كفى، سأعد الغنم وأقسمه. كيف تستطيع أن تميز بينها؟ لقد علمتها وأستطيع أن أميز بينها. ماذا عن الغنم التي لا تحمل علامة؟ بقي 28 خروفاً في قطيعهم غير معلم، وما تبقى يكون لقطيعكم. هذا حلم، لا بل كابوس. كيف وصلنا إلى عدد أقل من مكان؟ هذه حقيقة، أما الذي يحلم فهو أنا. بماذا حلمت يا يوسف؟ حلم مثير، سأقص عليكم فيما بعد. لا لا أرجوك أخبرنا الآن. لوي إسكر، هيا تعالوا اسمعوا. كانت العائلة بأسرها في حقل القمح أثناء الحصاد، وكنا جميعنا نحزم المحصول في حزم. حسناً. فجأة انتصبت حزمتي وسط الحقل، وعندها وقفت حزمكم جميعاً حول حزمتي وانحنت لها. ماذا تقول؟ حزمنا انحنت لحزمتك؟ نعم، ورأيت حلماً آخر بعد ذلك. رأيت الشمس والقمر وأحد عشر كوكباً لي ساجدين. هذه أحلام إنسان متكبر ومتعجرف. هذه أحلام يقظة يا يوسف. لماذا لا تطلب منا أن نسجد لك ونعبدك؟ أنا أقول الصدق لا أكثر ولا أقل. سلام يا والدي. وعليك سلام. اجلس وشاركني الطعام. بقيت مع إخوتك ليلة أمس في المراعي. نعم يا والدي. تفضل، في هذه اللوائح تفاصيل دقيقة عن القطعان، احتفظ بها. حسناً فعلت. كل خبزاً طازجاً. شكراً. أبي، لن تصدق. ماذا؟ لقد رأيت نفس الحلم عدة مرات، لكن حلم ليلة أمس كان حلماً صافياً وزاهياً. حسناً، قصه علي. حسناً، كانت تلك فكرة عظيمة. القميص الملون المدهش أتانا بالوقت المناسب تماماً، وأفسد علينا ليلة الأمس بالمدينة. وأحلامه فقط التصور. لماذا لا نذهب الليلة إلى المدينة؟ نستطيع أن نجز نعجتين معلمتين ولن يعلم أحد، ويمكننا أن ندعي بأن بعض اللصوص سرقوها في عتمة الليل. ولن نقول لأحد بأننا اللصوص. هذا لن ينطلي على يوسف، لن يصدق. يوسف أبو الأحلام. يوسف. يوسف هو مشكلتنا جميعا، ويجب أن نجد لها حلا. ورأيت حلما آخرا بعد ذلك يا والدي. رأيت الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا لي ساجدين،
على من قصصت حلمك هذا؟ على إخوتي فقط. لماذا يا يوسف؟ لماذا ماذا يا أبي؟ لماذا حلمت أو لماذا سردت الحلم على إخوتي؟ والآن أخبرني وبالصدق، أحقاً رأيت هذا الحلم يا يوسف؟ نعم رأيته. يا له من حلم سخيف. ها تظن حقاً بأنني أنا وزوجاتي وإخوتك سنسجد لك حتى تلامس جباهنا الأرض؟ أنا لا أظن، هذا كان حلمي. لكن أحلامك هذه تثير إخوتك عليك، ويجب أن تعتذر لهم. أعتذر عن ماذا يا أبي؟ عن حلم رأيته. عندما يأتي جدك إسحاق أريدك أن تقص عليه ما رأيت. والآن هيا كل. يوسف، أحقا رأيت الحلم الذي سردته علينا؟ نعم، ألا تصدقني يا زبولون؟ لا أدري، أخوتي يقولون أنك تحلم أحلاما شريرة. حسنا حسنا، ها هو الحالم الآن. هيا لنعبده وننتهي من هذا. يا يوسف الجبار، نقدم أنفسنا لعبادتك ونتمنى أن نجد قبولاً عندك. رجاء أرحمنا. يوسف، رأسك كبيرة مثل حلمك، انزل عن الجبل وانضم إلى عائلتنا المتواضعة إذا وجدت وقتاً بعيداً عن رؤياك العظيمة. رأيت يا يوسف، يجب أن تكلمه يا والدي، الأمور ساءت بينه وبين إخوته. لا بأس، هون عليك. وليتك تكلم إخوته أيضا. آه يعقوب، إنه ولد وسيم، انظر، لقد اكتملت أيامي وأنا أرى وعد الله بأحفاد أقوياء. أبي، رب إبراهيم قد وفى وأعطانا. صوت الله كالفاكهة الناضجة نستمتع بها. هل هو كنهر جبار يصب في بحر يا جدي؟ يا يوسف، إن الله طوفان عارم من الرأفة والرحمة. سيبتهج أبونا إبراهيم وهو يرى أن ذريته صالحة. لقد ابتهج يا بني. كيف يا جدي؟ لقد كلم الرب إبراهيم فآمن به من غير أن يراه، ونحن نسير على دربه وهذا يبهجه. آمن بالله، تلك رؤية أقوى من رؤية العينين. أريد أن أسمع من الله يا جدي كما سمع أبونا إبراهيم. ربما سمعت. أفهم من أبيك إنك خلقت بلبلة بأحلامك التي رأيتها. يبدو كأنني حفرت حفرة عميقة ووقعت بها. عندما يكلمك الله ستتعلم الاحتفاظ بأسرار الله بينك وبينه. هل تشجعه يا أبي؟ أقول فقط إنك رميت لحمك الطيب لكلاب لا تتذوقه. يا بني، لا تنثر البذور في حقل شاسع وإلا لن تجني منه شيئا. العلاقة مع الله جوهرة نادرة، وحرصها بحياتك. تنطق بحكمة عظيمة يا جدي. أبي، إنك تشجعه على العجرفة. كلا أبدا يا يعقوب، من يستطيع أن يتعجرف أمام الله؟
من؟ لا يستطيع إنسان، لكن يتحدث عن علاقته المتوترة مع إخوته. هذا شيء سيسوونه فيما بينهم. لست خائفا منهم، يمكنني أن أسرع أيا منهم وهم يعرفون ذلك. وسامة وقوة أيضا يذكرني بشاب آخر يا يعقوب. هل كنت جريئا هكذا يا أبي؟ أنت داهية، وهذا ولد لا يعرف المكر ولا يقول إلا الصدق. لقد أوقع نفسه في شباك الحقيقة، وهذا سيجعله مثلا بالبلاد. جدي، إنني أنعم بصحبتك، علي أن أستأذنك لأنني سأقوم باكرا لكي أبحث عن قطعان أبي. طابت ليلتك يا بني. الحقيقة معلقة برقبته كالطلسم. لله شأن خاص بهذا الصبي، وسترى. صباح الخير يا بني. سلام يا عم. هل يمكن أن تقول لي أين يرعى أبناء يعقوب قطعانهم؟ الكل هنا يعرف أين أبناء يعقوب. إننا نتحاشاهم. حسنا، يبدو أنني وحدي لا أستطيع إيجادهم. لقد مررت بكل أنحاء شاكيم وفوق تلاله. رحلوا إلى دوتان والحمد لله. دوتان؟ ماذا يفعلون في دوتان؟ لما لا تذهب إلى هناك وترى بنفسك؟ شكرا. أنت متأكد أنك وجدت الاثنتين مع أقل حناء على صوفهن؟ انظر، هذه العلامة تنفذ إلى الجلد تقريبا. بحثت في كل القطيع. هيا يا إيساكار ساعدني. ستشارك في هذه المغامرة أليس كذلك؟ بالتأكيد روبين، بالتأكيد، ولم لا؟ أيها السادة، لدينا مشكلة. انظروا، انظروا هناك، إنه يوسف. اللعنة على بيته، كيف وجدنا؟ لابد وأن لديه عيونا في السماء. إنه كالصقر يطير في الفضاء، وبعيونه الحادة يرى فريسته وينقض عليها. كيف يفعل هذا بنا كل مرة؟ إنه يلبس ذلك القميص. لقد طفح الكيل، فلنقتله وننتهي. بالتأكيد،
يمكننا أن نلقيه في بئر ونقول بأن لصوصا خطفوه. لا لا، ذلك لا ينفع. يمكن أن نرش الدم على قميصه ونقول أن حيوانا ضاريا قد افترسه. قطيع كلاب مثلا، أو أسد جبل، لن تتمكنوا منه. يجب أن تصمت يا زبولون. يجب أن نحسم الأمر بسرعة. لا تفعلوا هذا إخوتي، لا تفعلوا هذا الشر. إنه لحمنا ودمنا، إنه أخونا، وقتله سيجلب علينا غضب الله. إذن سيرى ما نفعله بالنعاج وسيبلغ عنا. ليس هذا سببا لقتله. بصولي ريوبين، أنت بكر أبينا يعقوب، وأنت من بين جميع الناس ينبغي أن تعمل على إزاحة مدلل أبيه من الطريق قبل أن يسرق منك حق البكورية. وهذه مناسبة للانتقام من إهمال أبيك لأمك ليئة أيضا. كيف تجرؤ على التحدث عن أمي بكلمة القدر؟ شرف، هيا شرف، قول شرف. روبين، قل لي هذا الأشياء من هي أمه. هودع، هودع، اصمت يودع، لا تتكلم عن بلها وإلا فسيراك أكثر من دم يوسف هنا. أرجوك ساعدني، أنا لا أحب يوسف أكثر ما هم يحبونه، ولكن لن أسمح بقتله. ساعدني، فكر باتزان. لكن يجب أن نعاقبه. سنفعل، ولكن لن أسمح لأحد أن يقتله. لا بأس، لا بأس. أيها الأخوة، أرجوكم دعوني أعالج هذا الأمر. دان يهودا، دان آشر، دعوا ريوبين يعالج أمر هذا الولد الذي سيصير ملكا. ملك بحق. انظروا مولاي. كما توقعت تماما، انكم لا تقولون الحقيقه، انكم تسرقون غنم ابينا. لقد تحدثت مع بعض المشترين بالمدينه، انكم تنفقون المال على عاهرات المدينه. انه مجرد حلم يا يوسف، إنه أحد أحلامك، إننا لا نفعل محظوراً. هل قلت محظوراً؟ لا، قلت غشاً. فلنستعمل العقل بالأمر كله. كفى مماطلة ريوبين، هذه العجرفة تثير إشمئزازي. وأنا أيضاً. هيا نضحي به إلى رب يوسف، نضحي بيوسف. كفاكم، كفى. لنضعه على تلك الصخرة ونتناوب قذفه بالحجارة لنرى من سيصيبه مرات أكثر. بسبب أفعالك الجميع يكرهونك ما عدا أبونا يعقوب الذي يدللك. كنت يجب أن تعلم أيها الأحمق، من ليس معنا فهو علينا. أتظن أنك قوي الآن؟ يوسف! كفى، كفاكم، كفى، كفى. هناك بئر جافة ضعوا فيها الآن، وسنقترح ما سنفعله به. فكرة جيدة روبين، دعه يتسبب عرقا قبل أن يلقى حتفا. لماذا تكرهونني كل هذه الكراهية؟ خذوا القميص، القميص، خذوا القميص. قميص المدلل أبيه مولاي. أيها الحالم، يوسف. يا رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إني أكل إليك نفسي وأطلب رحمتك يا الله.
هيا بنا نأكل طعامنا. سأذهب إلى القرية لشراء النبيذ، أحتاج إلى النبيذ مع الخبز اليوم. واحضر معك زيتونا. أحضر لي نبيذا يكفيني. زيتون أحسن. النبيذ يكفي. يهودا، يوسف أمانة في عنقك. لا تقلق، سيكون كذلك. سأجرب قميصه عليه. نعم. هيا. أرني إياه. الملك الجديد. جميل جميل. يمكننا أن ننهو الآن ورؤوبين غائب. دان، لن يمس أحد يوسف حتى يعود رؤوبين. من نصبك رئيسا؟ أقول نخرج الكابوس من البئر ونقتله الآن. روبين لن يقتله، إنه لا يجرؤ على ذلك، لكنني أجرؤ. أقول نقتله. نقتله. وأنا معكم. لا، أنا لا أوافق على ذلك. دان، هذا جدول شرير، لا تغسل يديك به. إليك عني. اسمع ليون، انظروا تجار. لي عينان. ما الفائدة التي نجنيها من قتله؟ هيا نبيعه للإسماعيليين. وعندئذ نذهب إلى عاهرات المدينة. ولن يكون دمه على أيدينا. أيها الركب، إلى أين تتجهون؟ مصر. سنأخذ صفقة معكم. لا حاجة بنا لغنم أو ماعز. عندنا ما هو أحسن من ذلك. هيا تعالوا انظروا. روبين، هل أحضرت ما يكفي من النبيذ للجميع؟ أحضرت نبيذاً وزيتون، ضعه هنا لنأكل. سأذهب لأعطي بعض الطعام ليوسف في البئر. يوسف ليس بحاجة إلى الطعام. ماذا تقصد؟ إنه في طريقه إلى بلاد الله الواسع. هذا نصيبك من الصفقة. بعتموه يا كلاب؟ كان هذا أفضل من قتله. قطعة فضة، أجرة سنتين على الأقل. أعطني المال وسأذهب لأشتريه ثانية. لا تسبب مشاكل روبين. انظر، لا يوجد دم. أغبياء. انظر، لا يوجد دم. أغبياء. أين أختبئ؟ أغبياء، كلكم أغبياء، زمرة أغبياء. أبي، انظر ماذا وجدنا في حقل ونحن نرعى مواشينا في شكيم. هل يمكن أن يكون هذا قميص يوسف؟ نعم، إنه قميص يوسف. ما معنى هذا؟ أين وجدته؟ لابد أن وحشا ضارا قد افترسه. وإذا أين هو؟ لم نعثر له على أثر. اتركني وانصرف.
أعطني ماء. أتريد ماء؟ إلى أين تأخذونني؟ إلى مصر، ستباع بثمن جيد هناك. خذ اشرب. تفضل يا والدي، هذا الحساء الذي تفضله. لا أشعر بالجوع. لكنك لم تأكل شيئا طوال النهار يا والدي. لا أجد شهية للطعام، ارفعه من أمامي. بل اتركه يا بنيامين، يجب أن تأكل يا بني. يمكنك أن تعلن الحداد، لكن يجب أن تأكل. كيف أمكن أن يحدث هذا يا أبي؟ الأحلام ماتت وأخذ الحالم، كيف؟ ربما لم تكن الأحلام له، ربما كانت لغيره. نقصت الحزم حزمة واحدة، وأفل نجم وفقدنا. عن ابنكما؟ لا أدري يا يعقوب، آمن إبراهيم بأن الله قادر على إحياء الموتى، فلما لا تسلم أمر يوسف لله؟ لم يبق لي سوى بنيامين الآن، إنه سلواي وسندي. طرق الله ليست طرق الإنسان يا يعقوب، ادعو الله وسيسمعك. سيدي فوتيفار، عندي لك أجود بضاعة من العبيد. حسناً، هات ما عندك لنرى. أمرك سيدي. أدخلوا العبد الأول. انظر يا سيدي، إنه صغير السن، سليم الجسم، سيخدمك على أحسن وجه. انحني أيها العبد أمام سيدك فوتيفار. هذا عبد قوي ومطيع، عبد موصوف بالطاعة معروف، ليس فيه أمراض ولا عاهات. سيد فوتيفار، إنه عبد جيد، سيخدمك بجد وأمانة. إنه صغير السن، قوي البنية. صدقني أيها الإسماعيلي، أن عندي عيون ترى جيدا، وأعرف ما أريد. أمرك سيدي. أدخل عبدا آخر. هذا عبد مميز، سيخدمك بجد وأمانة. انظر 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 إلى أسناني، انظر لتعرف أنه صغير السن وسليم الجسم والعقل. صدقني يا سيدي، هذا أفضل عبد لك. أنا أفهم ما تقول، وأريد غيره. بقي لدي عبد واحد لم تره. أدخله إذن.
لم تريد ثمنا له. إذا أردت نصيحتي فهذا العبد ليس الأفضل. تعال صدقني، هذا العبد أفضل من هذا 100 مرة. عبد مطيع وصبور وصغير ولن يكلفك كثيرا. أنا أوافق معه على وجهة نظره، أعتقد أن هذا أفضل من ذاك. وأنا أعتقد أن ذاك أفضل من هذا، فماذا قلت؟ الرأي رأيك يا مولاي. وأنت ألم تسمع ما قلت لك؟ كم تريد ثمنا بهذا العبد؟ لا تمتعض يا سيدي، كم ستدفع يا سيدي؟ سأعطيك 60 قطعة فضة. سيدي فوتيفار، إنك أكثر سخاء اليوم من عادتك، ولكن إذا أردت نصيحتي فهذا العبد أفضل لك. أريد هذا الرجل. نظرتي لا تخيب. كما تقول، لقد باعه إخوته لي. لا يبيع لحمه إلا النذل، لابد وأن وراء ذلك قصة. المشتري دائما على حق. أنت يا ولد، ما اسمك؟ اسمي يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا الكلام لا يعني لي شيئا. من الآن أنت يوسف عبد بيت فوتيفار، ستعلم بسرعة أنني رجل أعني ما أقول. أنا لا أضرب عبيدي، ولكني أتوقع منهم الأحسن، ولا أؤجرهم ليزينوا بيوتا أخرى ولا أبيعهم. ستعمل عندي حتى تموت، هل فهمت؟ نعم يا سيدي. شكرا لك أيها الإسماعيلي. أعطيه المال. شكرا سيدي. أدخل يوسف إلى البيت وألبسه لباس عبيد بيت فوتيفار. هيا. أمرك يا سيدي. هذه البضاعة يا يوسف، سجل بأنني سلمتك 7 جرار. المفروض أن يكون معك 7 جرار من الحبوب، وأنا أرى 6 فقط. سقطت جرة مني في الطريق وانكسرت. لماذا لم تغرف الحبوب وتجلبها معك؟ من لديه الوقت؟ قل بأننا سلمناها ولن يلاحظ أحد. لا أفعل ذلك. ماذا يهمك أنت؟ ستخلق مشكلة لنا جميعا. سنعود ونشرح كل ما حدث. دع الأمر يمر ولن يلاحظ أحد. إنها مجرد جرة حبوب. فوتيفار يرمي جرارا كل يوم. هي ملكه، يفعل بها ما يشاء. يوسف، أنت تدقق معنا أكثر مما يجب. لو كان هنا منتفع لما حاسبني هكذا. منتفع حر. يوسف، يوسف، أنت عبد للحقيقة. كلا، الحقيقة حررتني يا رجل. يوسف. نعم يا سيدي. أريدك أن تتولى شؤون بيتي وخدمي وعبيدي. ستستريح نفسي عندما تتولاها أنت. لقد أثبتت أمانتك دون أن تدري. لا أريد مشاكل مع منتفع، لن يرضيه أن أكون مرؤوسا. يا يوسف، إرادتي فوق كل الاعتبارات. أنا قررت. بأمرك سيدي، أمل أن أكون عند حسن ظن. ماذا تريد يا يوسف؟ لقد حان وقت جني العسل من الأجران. أرجو أن تباشروا العمل غدا. اسمع يا يوسف،
يمكنك أن تلقي أوامرك على الجميع، ولكن ليس علي أنا. أنا منتفع، وكيل فوتفار لسنوات عديدة حتى ظهرت أنت. لكي لا تتفاجأ، سأكلم فوتفار وأنقل له كل ما قلت. أنت متزلف. قربتني إلى سيدي، وأحمدك على إنجاحك لي بكل سبيل. اهدني إلى دربك ليستريح ضميري أمامك. أنت المؤتمن. زوجي لا يتحدث عن شيء سوى يوسف فعل ويوسف قال ويوسف عمل. هذا يشرفني. تدري إنه لم يكن أبدا كذلك من قبل. لقد سحرته، إنه لم يعد يأبه للعودة إلى البيت أياما متتالية، لأنه عهد ليوسف بكل شيء. التجار آتيين قريبا. لا تخدعني يا يوسف، فأنت لا تختلف عن أي رجل آخر. ما تريده تيتي الصغيرة تحصل عليه. يوسف، يوسف تعال ساعدني هنا. تيتي، لا يليق بي أن أكون في مخدعك. عهد إليك زوجي بكل صغيرة وكبيرة بهذا البيت، ألست أنا جزءا منه؟ هيا تعال، لا أحد عندنا، اتجع معي. زوجك لم يمنع عني شيئا غيرك، فكيف أقترف هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ إن كان هذا شرا عظيما فإنه بحقي، لا بحق الله. أؤكد لك أني راغبة جدا. هيا. الرغبة في شيء لا تجعله صحيحا، وهذا ضد الله، لأن الله يرى قلب الإنسان، وسنحاكم كلنا أمامه. ألهذا أنت طيب يا يوسف لكي ترضي إلهك؟ تعال، هيا تعال نرضي إلهك معا. هيا أعطيني ذلك القلب الذهبي. كفي. لا تقل لي كفي. كفي لأجل زوجي. يوسف، زوجي وضع كل شيء بين يديك. يجب أن أذهب. أنت ترفض لي طلبا؟ حسنا، سوف أجعلك تندم على هذا. أما زلت صاحياً؟ نعم يا سيدي، وراجع الحسابات. استرح يا يوسف. وكيف تسير الأحوال؟ على ما يرام، جنينا 7 أضعاف محصول العام الماضي. يا ليتني أستطيع أن أخذك معي لتساعدني في إدارة الحرس والتشريفات في قصر فرعون. أنا دائماً في خدمتك يا سيدي. مع الأسف يا يوسف،
يحظر على الذين لا يجري في عروقهم الدم المصري القيام بهذه الأعمال في القصور الملكية. أنا أفهم ذلك. حسناً، أنا ذاهب لأنام. هل أنت بحاجة إلى شيء؟ لا يا سيدي، كل شيء على ما يرام. أشكرك. يوسف، سيدتك تيتي بحاجة إلى بعض العطور. هل يمكنك أن تبعث أحد الخدم لشرائها لها من سوق العطارين غدا؟ لا تقلق يا سيدي، سأقوم بذلك بنفسي. تصبح على خير. أحضرت لك العطور التي طلبتها. ضعها هناك. يوسف، لم أعد أحتمل هذا العذاب يوما آخر. سأضطر لإبلاغ زوجك. لا، هيا، كلا. يا سيدتي يوسف، حاول أن يغتصبني. انظروا، عمل قبيح يستحق العقاب الشديد. أين زوجي؟ أين زوجي فوتيفار؟ أريده حالا. أمرك، أمرك يا سيدتي، هيا. ما الذي حدث؟ سيدي فوتيفار، لقد حاول يوسف أن يغتصب زوجتك. إنه خائن، وهذا عمل قبيح يستحق العقاب الشديد. وكيف حصل هذا؟ لا ندري يا سيدي، ولكن سيدتي ما زالت ملقاة على الأرض في غرفتها ولا تستطيع الحراك. وأين هو الآن؟ لقد حبسناه في القبو. ماذا قال؟ لم يقل ولا كلمة. إليك، إليك عزيزتي، أنا هنا الآن. أوه يا عزيزي، عمل مروع. مسكني وطرحني أرضا. كان يخلع ملابسه عندما صرخت وصرخت، فهرب وسمع الخدم يركضون. يا عزيزي، عزيزي، أنني خائفة. أين هو؟ امرأة جميلة مثلك لا يستطيع أي رجل مقاومتها. لا تنتحل له عذرا، انزل به أقصى عقوبة. هل اغتصبك؟ كلا، لكنه أوشك بالتأكيد. أنا أرى في الأمر خيانة. أنا ذاهب إليه. أيها الخدم، خذوني إليه. اتركوني واغلقوا الباب. انظر إلي، انظر في وجهي، في عيني. هل فعلت هذا؟ لا، لقد ائتمنتك على بيتي واتمنتك على عائلتي. وكنت أمينا ومعينا ولم أخن الأمانة أبدا. أنا رئيس حرس قصر فرعون، لدي رجال يصدعون بأمري.
وترفعهم وتخفضهم كلمة مني. لقد اتهمتك زوجتي يا يوسف. لم أفعل ذلك، وافعل بي ما تشاء. أنت تعلم عقوبة هذا العمل الموت؟ أعلم ذلك. أين إلهك الآن يا يوسف؟ لماذا سمح لهذا أن يحدث؟ ماذا سينفعك وينفعني؟ أين لي بمثلك؟ أتمنه على بيتي وعائلتي. أنا الآن في ورطة يا يوسف، ماذا أفعل؟ سأبقى دائما في خدمتك يا سيدي. أنا يجب علي اتخاذ إجراء وبسرعة، حتى لا أبدو ضعيفا في نظر مرؤوسي، وأحافظ على سمعتي في البلاد. افعل ما يتحتم عليك. سأبعث بك إلى سجن الملك الذي أنا مسؤول به عن الحراس، وهناك ستقضي حكما بالسجن مدى الحياة، وهكذا أنقذ حياتك وأنقذ اسمي. هذا خير ما أستطيع أن أعمله لك. فضلوا سجن الجسد على سجن الضمير. لو عاشرت زوجتك بصمت فلن ألاقي الله بضمير نقي. السماوات والأرض، ارعني وأنا أسير بعدالة أمام الرجال حتى هنا في السجن. أمون، أخرج قليلا يا بني. لحظة يا أبتي. أنت سوتي، خرجي. ما أطيب اليوم، زوجي يريد ملاطفتي. اجلس هنا تيتي. كان يجب أن أزج بك لا بيوسف في السجن. هذه آخر مرة، هل تسمعينني؟ هل تسمعينني؟ ما أظرفك وأنت بهذه الحالة من العصبية؟ كفى، أنا متأكد أن حياة السجن رهيبة. يجب علي أن أساعد الولد. من أين لي بيوسف مثله؟ من أين؟ سوتي، سوتي، أين أنت؟ لم أنتهي بعد. أدخل. اتركانا لوحدنا، هيا اخرجا. سيدي. سيدي فوتيفار القيم على السجن الملكي، أوصى عليك. سيدي فوتيفار أوصى علي. طلب مني سيدي فوتيفار أن أوليك مسؤولية جميع السجناء وإدارة احتياجات السجن. أنا يا سيدي. نعم، رجل في مثل مواهبك لا يمكن أن يقبع في زنزانة رطبة عبثة، فبأمر من سيدي فوتيفار سلمتك المسؤولية. بعون الله. لكن تذكر دائما أنك ستبقى سجينا،
فنانين فوتيفار نحوك عندما أنقذ حياتك يشهد على احترامه لك على الرغم مما فعلت، ولكن هذا لن يعفيك من السجن يا يوسف. أسمح لك بتدبير شؤونك بنفسك داخل هذه الجدران إذا اجتهدت في عملك. دعائي هو أن الله الذي يسد جميع حاجاتي سيمدني بالقوة لكي أؤدي المهمة التي عهدت إلي القيام بها. ربما كان عليك أن تفكر بالصلاة لهذا الإله قبل أن تقع في شرك زوجة فوتيفار. ربما. من الآن فصاعدا سيدير يوسف شؤون السجن والسجناء. هذه هي أوامري. أمرك سيدي. هيا أخرجوا. اذهب يا يوسف، أمامك عمل كثير تؤديه. سلام لكم. وعليك السلام. أريد الغداء جاهزا بعد الساعة. سيكون جاهزا سيدي. ماذا يريد سيدي؟ اسمع يا يوسف، سيحضر إلينا ضيوف مهمون من قصر فرعون، يجب أن نهتم بهم. من هؤلاء؟ رئيس السقاة ورئيس الخبازين. ولماذا أرسلا إلينا؟ ارتكبا خطأ في حق ملك مصر، ومع هذا لا يمكن معاملتهم كباقي المساجين لمركزيهما، فلذلك أريد أن تقوم أنت على خدمتهما شخصيا. كما تريد يا سيدي. أنت الذي اعتديت على زوجتي فوتيفار؟ كيف تجرأت على ذلك؟ كان يجب على فوتيفار أن يعلقك على خشب أيها النهدي. تخون سيدك بعد أن ائتمنك على بيته وعلى عائلته. لا 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 لا، أقترح أن تهذبا ألفاظكما. يوسف هو مسؤول عن كل هذا الجحيم هنا. حسنا، لن يطول بنا المقام هنا. أنا ساقي الملك الرئيسي. وأنا خباز الملك. لن يطول بقاؤنا هنا، وأكد لك ذلك. مجرد سوء فهم بسيط. سادتي، إنني أدير مكانا نظيفا وقانونيا، وأنا في خدمتكم. هذه الزريبة، مكانا نظيفا. ومن تظن نفسك أنت؟ لكل إنسان كرامة حتى في السجن. إنه المشرف هنا، أقول لكم. نعم، إنه المسؤول هنا، من المستحسن أن تحترمه. من الأفضل له أن يحترمنا ويخدمنا. اسمع يا يوسف، ربما نساعدك عندما نخرج من هنا ونعود إلى بلاط فرعون. لن يطلق سراح هذا الرجل تحت أي ظروف.
وحتى لو أرادوا ذلك سأعمل كل ما بوسعي كي لا يحدث شيء كهذا. أخشى أن يكون على حق، ستتعفن هنا بالسجن. فوتيفار صديق قوي وعدو مرهوب الجانب. ربي سيحاسبني على كل أفعالي. تأكدوا أني سأقوم على خدمتكم على أحسن وجه. إلهي منحني قوة واعطني شجاعة لأسلك الصراط المستقيم، أقول الحق وأقيم العدل دائما بين الناس. نهاركم سعيد. ونهارك أسعد يا سيدي. لماذا لا تأكلها يا سيدي؟ لقد رأيا حلما ولا يعرفان له تفسير. أتعرف تفسير الأحلام؟ إن لله التفسير. قص علي. رأيت كأن جفنة كرم أمامي، وفي الجفنة ثلاثة قطبان، وكأني بها أزهرت ونما زهرها وأنضجت عناقيدها عنبا، وكانت كأس فرعون، فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون ووضعت الكأس في يده. هذا تفسيره أن القضبان الثلاثة هي ثلاثة أيام، فبعد ثلاثة أيام يردك فرعون إلى وظيفتك وتناول فرعون كأسه كعادتك السابقة حين كنت ساقيه. ليت تفسيرك للحلم يتحقق ولك عندي هدية. لا يصعب شيء على الله. اسمع حلمي يا يوسف. لقد رأيت في الحلم كأن ثلاثة تلال من الخبز الأبيض على رأسي، وفي السلة العليا من جميع أطعمة فرعون مما أصنع، ورأيت الطيور تأكله من السلة التي على رأسي. ما هو تفسير هذا الحلم؟ تكلم. اعفني من ذلك. إنني آمرك بأن تفسر الحلم. أريدك أن تتكدر. لن أتكدر. قل. تفسير هذا الحلم أن السلال الثلاث هي ثلاثة أيام، فبعد ثلاثة أيام سيعلقك فرعون على خشب تأكل الطيور لحمك من عليك. اخرج من هنا. اغرب يا غراب البين. اليوم هو يوم مولد سيدنا فرعون، وبهذه المناسبة السعيدة صدر أمر مولانا حاكم البلاد وربها أن يعود الساقي ليخدم مولانا في قصره بعد أن عفى عنه. هيا تفضل. وماذا بشأني؟ هل سأبقى قابعا في هذا السجن النتن؟ كلا، ستحضر معنا. هل عفى عني سيدي ومولاي؟ أما رئيس الخبازين فسيعلق على خشبة في ساحة السجن. هيا اربطوه. هذا غير معقول.
إنه ظلم. هيا. يا رئيس سوقاتي اسقني. حاضر يا مولاي. وأنتم يا أيها المستشارين ماذا تفعلون في قصري؟ لا يمكنكم أن تفسروا لي حلما. تفضل يا مولاي. أدخلوه. هل هذا هو الشخص الذي فسر لكما أحلامكما أنت والخباز عندما زججت بكما في السجن؟ نعم يا مولاي هو بعيني. أريدك أن تفسر لي أحلامي المزعجة كما فسرت للساقي والخباز. أستطيع تفسيره. كلا يا صاحب الجلالة، لقد أسأت التعبير في حضرتك، لست أنا بل الله يستطيع تفسير الأحلام. إنني أعرف جزاء إساءة التفسير، وإنني أقف هنا فقط لأنك استدعيتني أيها العظيم المتنور. كنت أقف على ضفة النيل العظيم وإذا بسبع بقرات حسان المنظر وسمينات الأبدان صاعدات من النار ترعى في المرج، ثم إذا بسبع بقرات أخرى هزيلات تصعد وراءها من النهر العظيم. كانت هذه البقرات هزيلات وقبيحات المنظر، والتهمنا البقرات السبع السمينات، وعندها استيقظت. نمت مرة ثانية ورأيت حلما آخر، سبع سنابل زاهية وممتلئة نابتة من ساق واحدة. بدأت تهب ريح شرقية لافحة، فإذا بسبع سنابل يابسة عجفاء نابتة وراءها، فابتلعت السنابل العجفاء السبع الزاهية، وعندها استيقظ. هل لك أن تدلني على معنى هذين الحلمين؟ يا يوسف فسر لمولاي الحلم. أيها الفرعون الجبار، لا فضل لي في ذلك، بل إن الله هو الذي يعطي فرعون الجواب الصائب. هل لك أن تدلني على معنى هذين الحلمين؟ الحلمان هما حلم واحد، وقد أطلع الله فرعون على ما هو فاعل. السبع البقرات السمينات والسنابل السبع الزاهيات هن سبع سنوات وفر. الحلمان هما حلم واحد. السبع البقرات الهزيلات والسنابل السبع الفارغات هن سبع سنوات مجاعة تأتي بأعقاب سنوات الوفرة مباشرة. لقد أطلع الله العلي فرعون عما هو صانع. هو ذا سبع سنين وفرة عظيمة آتية على كل أرض مصر، تعقبها سبع سنوات مجاعة حتى ينسى الناس كل أيام الوفرة ويتلف الجوع الأرض. لماذا رأيت حلمين؟ هل معنى ذلك 14 عاماً من كليهما؟ الحلمان هما حلم واحد. إذن ما الذي يقترحه الله علي كي أفعله؟ ليبحث فرعون عن رجل بصير حكيم يوليه على كل أرض مصر، ليشبي خمس غلتها في سبع سنوات الوفرة. أيها الحرس أخرجوه. ما رأيكم أيها السادة المستشارون؟
فرعون الجبار. اقترح بأن تصغي لهذا الشاب. أما أنا فلا، لأنه لم تحدث مجاعة كهذه أبدا، فكيف يمكن أن تحدث؟ هل يجف نهر النيل العظيم؟ لا، نهر النيل لن يجف، لأنه كالشمس الساطعة، الشمس لا تختفي، ونهر النيل لن يجف. سنروي محاصيلنا من مياه النهر. من المستحيل أن نتخيل جفافا بهذا الحجم. مولاي، أنا أوافقه القول. أرأيتم كيف كان متمالكا نفسه؟ إنه لم يتشدق ولم يهدي ولم يمزق ثيابه ولم يحاول تحلية مرارة الأمر، بل تكلم بتواضع ورد الفضل كله لله الخالق. هذا حكيم حقا، يعرف كيف يحني رأسه أمام السلطة. إنه رجل يمكن أن توكل إليه سلطة كبيرة، يستخدمها بحكمة ثم يعيدها إلي بعد أن يصقلها. سيد العظيم، ما الفائدة التي سيجنيها فرعون العظيم من هذا التحالف؟ إنه سجين شحات. أي فائدة؟ سأقول لكم، أعرف كل شيء عن يوسف. تقدم لي هذا الشاب بعرض لا يمكن أن أرفضه. في نهاية 7 سنوات ستكون مخازني مليئة، سواء كانت بعدها مجاعة أم لا. وإذا كانت هناك مجاعة فسيكفيني مخزوني من الحبوب لإعالة البلاد أثناء المجاعة. ما زلت لا أحبذ هذا. ولا تحب ذلك، لأني وليت يوسف عليك أيضا. افعل ما تراه مناسبا يا مولاي. هل نجد نظير هذا رجلا في مصر فيه روح الله؟ حيث أن الله قد أطلعك على كل هذا، فليس هناك بصير وحكيم نظيرك. لذلك أوليك على كل بيتي ويذعن شعبي لكل أمر تصدره، ولن يكون أعظم منك سواي. أنا صاحب العرش، ها أنا قد وليتك على كل أرض مصر. قم يا يوسف وتعال إلي. أنا فرعون أرسم بما هو آت. لا أحد يمكن أن يحرك ساكنا في كل أرض مصر من غير إذن يوسف. ومرت 7 سنوات الوفرة، وامتلأت المخازن بالحبوب، وابتدأت 7 سنين المحل. انقطع المطر ونزل منسوب مياه النيل، ولم يعد يصل الماء إلى القنوات التي تروي المحاصيل. وبدأت 7 سنين المجاعة.
أبي أبي، عقدنا اجتماعا نحن الإخوة لنتدبر أمر القمح الذي يكاد ينفد من عندنا بعد الكحل الذي أصاب البلاد. إنكم تضيعون الوقت، القمح متوافر في مصر، حذروا إلى مصر لتحضروا لنا طعاما. من منا يذهب؟ خذ جميع إخوتك، الطريق إلى مصر خطرة، عندما تكونون معا لن يجرؤ أحد على التعرض لكم. سأذهب لأخبر الجميع. ما عدا بنيامين يبقى معي هنا، لا أريد أن يصيبه مكروه. سأكون مسؤولا عنه يا والدي. لا أحتمل أن أخسر آخر أبناء رحيل. كما تشاء يا أبي. قد ادخرت مالا للأوقات العصيبة، سأعطيكم ما تحتاجونه منه. هيا جهزوا أنفسكم للرحيل إلى مصر غدا لتحضروا لنا طعاما. حافظوا بعضكم على بعض ولا تفرقوا، وكونوا متحدين كحزمة الحطب، لأن الحزمة يصعب كسرها، أما إذا تفرقتم فستكون عيدانا ضعيفة يسهل كسرها. لا تقلق يا أبي. نعم سنكون معا. تعال يا يهودا. خذ يا ابن ليئة هذا المال لك ولإخوتك. وأنت يا جاد خذ يا ابن زلف وهذا لك ولإخوتك أيضا. وأنت يا دان تعال وهذا لك ولإخوتك أيضا. رفقتكم السلامة وعين الله ترعاكم، اشكروه فيهديكم. مع السلامة. أين أنت يا فوتيفار؟ أخشى أن يكون سيدي غاضبا علي. إن لسيدي القدرة على عمل ما يشاء بي. وما عساني أن أفعل به؟ أنا لا أستحق الرحمة، لقد أردت أن أحافظ على سمعة عائلتي على حسابك. ربك عالم وهو يدبر الأمور، طرق الله أسمى من طرقنا. لقد عشت خائفا من أن تأتي لتنتقم مني. سامحني. إنه سامحك؟ على ماذا؟ كان ينبغي أن أزيل عنك الخوف منذ زمن طويل. فوتيفار خذ ما تحتاج للحرس وللسجن، وبلغ تحياتي الحارة لرئيس السجن الذي أذكره بكل محبة. شكرا لك يا يوسف، لقد أرحت قلبي.
هل سيبيعوننا القمح؟ أخشى ألا يبيعونا. من أين لمصر بطعام يكفي كل الناس؟ ربما يكون باهظ الثمن، سيتضاعف السعر لنا. صحيح، المصريون يكرهون الرعاة، ولكنهم لا يكرهون المال، ولدينا المال. جاء دورك، تعال معي. نحن معنا يا سيدي. اتركوا وصيكم واتبعوني. أين جبتم؟ من أرض كنعان. جئنا لنشتري الطعام. أنتم جواسيس، وقد جئتم للتجسس على ثغورنا غير المحمية. لا يا سيدي، إنما قدم عبيدك لشراء الطعام. كيف اجتمعتم معا؟ كلنا أبناء رجل واحد. لسنا جواسيس، نحن أمناء. نحن عبيدك. قد جئتم للتجسس علينا. لا يا سيدي، إننا 12 ابنا لرجل واحد من أرض كنعان، وقد بقي أخونا الصغير عند أبينا والآخر مفقود. إن الأمر كما قلت لكم، أنتم جواسيس. من يصدق حكاية كهذه؟ أب واحد ينجب 12 ولدا. يجب أن تثبتوا لي صحة كلامكم إن كنتم صادقين. وحياة فرعون، لن تغادروا هذا المكان حتى تأتوا بأخيكم الأصغر، أو فدوا واحدا منكم ليأتي به. أيها الحرس، خذوهم إلى السجن. لقد تزوج والدنا بأربع نساء يا سيدي. إننا صادقون يا سيدي. سنعرف ذلك بعد وقت قصير. انتظروني هنا، سأعود بعد قليل. سيحقق معنا ويعيدنا إلى السجن. أنا اكتفيت بثلاثة أيام في سجن فرعون. يجب أن نعترف، كان الطعام جيدا في السجن. أنا لا أريد الطعام، أريد حريتي. اجلسوا. سأرسل 9 منكم إلى أهلكم بالطعام إلى بيوتكم الجائعة، وليبقى واحد منكم بالسجن حتى تعودوا بأخيكم الأصغر، وإذا لم تعودوا فسيموت بالتأكيد. قد أصابنا ما نحن فيه بسبب ما فعلناه بيوسف. إننا نستحق ذلك. ألم أقل لكم لا تجنوا على الفتاة؟ فلم تسمعوا. قيدوا ذاك الرجل وضعوه بالسجن. شمعون! لماذا أنا بالذات؟ أما أنتم، انطلقوا بالقمح وأحضروا أخاكم الصغير إلي لتثبتوا لي صحة كلامكم وتحرروا أخاكم من الأسر. لا أستطيع التقدم، دعنا نستريح. حسناً، نستظل بالشجرة. فلنرح البهائم، أنزلوا الأحمال عنها.
ساعدني يا جاد. ما هذا؟ إخوتي، إننا في ورطة. ماذا جرى؟ انظروا، من وضع الفضة في عدالنا؟ لا أحد منا. أية خدعة هذه؟ سيعتقد الآن أننا لسنا جواسيس فحسب، بل لصوص أيضا. هذا سيء. إذا عدنا ببنيامين معنا فسيضعنا كلنا بالسجن، وسيموت أبي كمدا على ذلك. هذا يعني أننا سنفقد شمعون. لا أعتقد أن علينا أن نعود إلى مصر. اتركوه يواجه مصيره. لقد بعنا أحدنا كعبد، والآن تريدون أن تضحوا بآخر بسبب ما فعلنا؟ لكن هذا حادث. إذن فلنعرض الأمر كحادث. يجب أن نذهب لإحضار أخينا بنيامين. لن أتخلى عن شمعون وأضاعف ذنبنا. خير لي أن أموت من أن أصب مزيدا من الألم على العجوز. حسنا، إذا عدنا بالفضة وأحضرنا المزيد منها سيعلم أننا لسنا لصوصا. هذا كل ما يمكننا عمله. لا أعتقد بأن لدينا خيارا. لقد نفد القمح لدينا. يجب أن نعود إلى مصر. سألكم الوزير في مصر إن كان أبوكم ما يزال حياً، وإن كان لكم أخ أصغر، لماذا أخبرتموه؟ كيف كنا سنعرف رد فعله؟ المصريون لا يحبون الرعاة، نحن نعلم ذلك. إنه لم يكرهنا. حسناً، المصريون لا يحبون الغرباء. أرسل بنيامين معنا لكي نمضي في طريقنا ونعود بأخينا شمعون ونحضر القمح. وأخسر بنيامين؟ سأكون ضامنا له، إنني أتحمل المسؤولية. سأرجع به إليك. ماذا قلت يا والدي؟ إن كان لابد من ذلك فافعله. خذوا هدية للرجل، خير الفواكه في البلاد، وخذوا بعضا من اللوز والبلسان والمرة والبهارات، وخذوا معكم فضة مضاعفة، والفضة التي ردت إلى عدالكم أعيدوها، فلعل في الأمر سهوا، وخذوا بنيامين معكم، إنه أمانة في أعناقكم. ولينعم الله القدير عليكم بالرحمة لدى الرجل المصري، فيطلق لكم أخاكم شمعون وتعودون مع بنيامين. واعلموا أنه إذا لم يحصل ذلك تكون نهايتي. قلت لك يا والدي، سأكون ضامنا له. برعاية الله. سيدي، حضر الأخوة مرة أخرى للشراء، وأعتقد أنهم أحضروا معهم أخاهم الأصغر. أدخلوا الرجال إلى بيتي لأنني أريد قضاء وقت معهم. أعدوا لنا وليمة، سيتناولون معي طعام الغداء. بأمرك سيدي.
ادخلوا، ستتناولون طعام الغداء في بيت الوزير ظهرا. اتركوا عصيكم واتبعوني. انتظروني هنا، سأعود بعد قليل. أنا أقول لكم لن يطعمونا، بل سيقتلونا، أو ربما سيزج بنا في السجن. ذلك بسبب الفضة التي أعيدت في عدالنا. لربما ذهب الوكيل ليحضر الحراس لينقضوا علينا في كل لحظة. إنهم بحاجة إلى عبيد. سنتحول من رعاة أحرار إلى عبيد في قصر فرعون. صح، سيسمعونك. لماذا أخذ منا حراس القصر الهدايا التي أحضرناها معنا للوزير؟ لربما يفحصوها قبل أن يأكل منها الوزير، أو ليأكلوها بأنفسهم. ليأكلوها ليفحصوها، المهم أن نرجع جميعا إلى والدنا سالمين. لمن أنا آسف جدا على إحضارك إلى هنا، كان ينبغي أن نتركه مع أبينا، عندئذ سيكون قد بقي منا واحد على الأقل. سأعود ببنيامين إلى أبي. ماذا عن شمعون؟ لا يمكن أن نتركه، كلنا شركاء في هذا، فليحدث ما يحدث. ولا تنسوا مقولة أبينا يعقوب، يجب أن نبقى كحزمة الحطب كي لا يكسرونا. لا يمكننا تغيير ظروفنا، يستطيع فرعون أن يجدنا إذا هربنا. كل ما سيفعله الوزير هو إصدار الأمر، وسيلحق بنا جنوده قبل أن نهرب مسيرة يوم واحد من هنا. أتفق مع آشر، يجب أن نبقى. لا، يجب أن نذهب جميعا. إنني خائف، كذلك أنا. إخوتي شمعون! أيها السادة، تفضلوا إلى هناك لتغسلوا أرجلكم من وعثاء السفر قبل أن تقابلوا سيد الوزير. يا سيدي، قدمنا إلى هنا في المرة الأولى لنشتري طعاما، كان ذلك قصدنا منذ البداية. لسنا جواسيس، نحن رعاة. نعلم أننا لا نحظى باحترام كبير عندكم لأننا كنعانيون. من الذي أعاد الفضة إلى عدالنا؟ لقد دفعنا لكم. لقد أحضرنا الفضة معنا لنردها لكم، نريد أن يعلم الوزير بذلك. صدقني، لا ندري من أعاد الفضة إلى عدالنا، نحن شرفاء. أما تتحدثون، أذكر أنني تسلمت ثمن القمح الذي اشتريتموه. لربما إلهكم وإله أبيكم قد وهبكم كنزا في عدالكم. أيعقل أن يحصل شيئا كهذا؟ تعالوا إلى غرفة الطعام، سيأتي الوزير بعد قليل، استعدوا لتناول الطعام معه. يا سيدي، لقد أرسل أبونا معنا بعض الهدايا لنقدمها للوزير، وقد أخذها منا حراس القصر حين دخلنا. لا تقلقوا، ستصل هداياكم الوزير، تفضلوا من هنا.
أهلا بكم وبارك الله في وقتنا معا. انهضوا. هل أبوكم الشيخ بخير؟ أما زال حيا؟ أبونا عبدك بخير وما زال حيا. هذا أخوكم الأصغر؟ نعم. يرعاك الله يا بني. هون عليك يا سيدي، هون عليك. أيها السادة، حان موعد الطعام، تفضل. روفي اجلس هنا. شمعون اجلس هنا. ناوي اجلس هنا. يهودا اجلس هنا. دان اجلس هنا. نفتالي اجلس هنا. جاد بجانبه. آشر بجانبه. إيسيكار بجانبه. زوفالون بجانبه. وأنت يا بنيامين. انظروا، أليست هذه الهدايا التي أحضرناها معنا للوزير؟ ليس هذا فقط، بل أنه رتبنا وفقا لأعمارنا. كيف عرف ترتيب ولادتنا؟ هذا شأن مصري، إنهم يعرفون كل هذه الأمور. لا بد وأن أحدا قد أخبرهم. لا يمكن لأحد أن يعرف ذلك، لا أحد. أريحوا أذهانكم أيها السادة، لقد رتبكم الوزير هكذا، ولهذا فهو وزير. غريب، تحدث لنا أشياء غريبة كثيرة. أعرف يهودا، هذا يخيفني. كيف يبدو منظري؟ سيدي، لن يلاحظ أحد شيئا. هل الطعام جاهز؟ نعم يا سيدي. كم كان بودي أن أطعم أخي بنيامين بيدي. اجلسوا، قدموا الطعام. قل لي يا بنيامين، هذا لذيذ جدا، ما هذا؟ السؤال وقاحة. طاووس. اعتذر لهم لأني سأذهب، وبعد أن أذهب بعني. أيها الضيوف الكرام، سعادة الوزير يستأذنكم، لديه الكثير من الأعمال لينجزها، وهو يطلب منكم أن تكملوا طعامكم براحة وهدوء. وهذا؟ هذا لحم جاموس. جاموس؟ ظننت أن المصريين لا يأكلون لحم الجاموس. لا نأكله، لقد قدمناه لكم وحدكم. إنه لذيذ جداً. نحن نأكل الحمام. عن إذنكم. كل يا إيسيكار.
ماذا تريد يا سيدي؟ أريدك أن تملأ عدال الرجال بالقمح بقدر وسعه، ورد فضة كل رجل إلى فم عدله، وضع كأسي في فم عدل الأخي الأصغر مع ثمن قمحه. سينفذ كما أمرت. لماذا تظنون أننا عملنا بهذه المعاملة الكريمة؟ لأنهم تأكدوا بأننا صادقون. إنهم يعرفون عنا أكثر مما قلنا لهم. لابد أن لهم جواسيس يقطفون أثرنا ويسألون عنا ببلادنا، وإلا فكيف عرفوا عنا كل هذا؟ مرني يا سيدي. عن الوقت. قل لهم لماذا كفأتم الخير بالشر، وبعد تفتيش كل عدالهم والعثور على الكأس في عدل بنيامين، قل لهم أليست هذه الكأس التي يشرب فيها سيدي ويتفاءل بالغيب؟ أشد ما أسأتم فيما صنعت. إنني مفرط في الاستمتاع بهذا. لا تندمج في دورك أكثر من اللازم. سأكون في القدر الكافي. لماذا استبدلتم الخير بالشر؟ ماذا تقول؟ لماذا أخزيتم سيدي وزير مصر كلها؟ لقد غادرنا مع بركة الوزير. أنا أعلم، لا شيء يكتمل. كان استقبالاً رائعاً وسينتهي على أننا لصوص. يهودا، ما الذي يجري؟ لا تقلق بنيامين. ما الذي تريده منا؟ لقد أكلتم على مائدة سيدي ونعمتم بكرمه. لماذا يتكلم سيدي بهذا الكلام؟ هو ذا الفضة التي وجدناها في أفواه عدالنا في المرة السابقة، رددناها لكم معنا، وقد دفعنا بالكامل ثمن ما نحمله الآن، وأنتم رددتم لنا كل ما دفعناه. كيف نسرق فضة أو ذهبا من بيت سيدك؟ لقد أخذتم الكأس المفضل لسيدي. فتشنا، من تجد معه الكأس من عبيدك يمت، ونحن أيضا نكون عبيدا لسيدي. هذا قاسٍ قليلاً، ألا تعتقد ذلك؟ أنا متأكدٌ أننا براءٌ من هذه الاتهامات، وسنثبت أننا أحرارٌ بعد التفتيش. تفضل فتش. صحيح، ليس لدينا ما نخفيه، كلنا. وسنقف كلنا معاً، أو نسقط كلنا معاً. سأبحث عن كأس تفاؤل سيدي بالغيب، وليكن الأمر كما تقولون. من أجدها معه يصبح عبداً لسيدي، والباقون يكونوا أبرياء. ها هو الكأس. نحن براء من هذا، فلنصمد ونكافح. اصمد دان. يمكننا أن نهرب. لا، لن نفعل شيئا كهذا. سنعود إلى المدينة، نحن أبرياء ولن نهرب من براءتنا. سنعود معك لنواجه من يتهمنا. بنيامين، أنت بخير؟ لم أخذ شيئا ولا ألمس شيئا، ولا أدري كيف دخل عدلي. أعرف ذلك، وسيكون الأمر على ما يرام. أريد فقط ما هو لي. الصغير يجب أن يأتي معي، أما أنتم فيمكنكم العودة إلى أبيكم. لا لا، سنذهب كلنا معا، لن نتخلى عن بنيامين. إننا لا نستطيع مواجهة ضمائرنا إذا تخلينا عن أخينا. كما تريدون، هيا بنا.
سيدي، لقد قمت بالمهمة، ها هو الكأس. كيف كان رد فعلهم؟ هبوا كرجل واحد لحماية أخيهم الأصغر. سأجابههم. إنهم مجتمعون بالقاعة. أي جناية اقترفتم؟ أما علمتم أن رجلاً مثلي يستخدم كأسه في معرفة الغيب؟ قد يستطيع قراءة أفكارنا أيضاً. أعتقد أنه يستطيع. إذن كفوا عن التفكير وإلا سنزيد تورطنا. أنا آسف يا يهودا. إنها ليست غلطتك، نحن نعلم أنك لم تسرق الكأس. ماذا نقول لسيدي؟ وبماذا نخاطبه؟ وكيف نبرئ أنفسنا؟ لقد فضح الله إثم عبيدك، فنحن ومن عثر معه على الكأس عبيد لسيدي. عاش لي أن أفعل هذا، إنما الرجل الذي عثر معه على الكأس هو يكون لي عبدا. أما أنتم فامضوا إلى أبيكم بأمان. لا يحتدم غضبك علي إذا نطقت، لأن سلطتك مماثلة لسلطة فرعون. قلنا لك لنا أب شيخ وابن شيخوخة صغير، مات أخوه الشقيق وبقي هو وحده من أمه، وأبوه يحبه، فقلت أحضروه إلي لأراه بعيني. قلنا لك لا يقدر الغلام أن يترك أباه لئلا يموت أبوه إذا فارقه. قلت لنا ما لم تحضروا أخاكم الأصغر إلي لا ترون وجهي بعد. وقال أبينا عندما حضرنا عليه: لقد فقدت ابنا عزيزا ولن أستطيع العيش إذا فقدت الأصغر. والآن فإنه عندما سيرى أن الغلام ليس معنا فإنه سيموت، ولهذا كنت ضامنا للغلام عند أبي، وقلت له إن لم أرجعه إليك أكن مذنبا إليك مدى الحياة، فأرجو من سيدي أن يتخذني أنا عبدا له بدلا من الغلام، ودع الغلام يمضي مع بقية إخوته، إذ كيف يمكنني أن أرجع إلى أبي والغلام ليس معي؟ يخرج الجميع من هنا ما عدا الكنعانيين. هيا رجوا. تعال يا بنيامين، اقترب مني. أتعرف من أنا؟ وزير مصر. أتذكر القميص الملون؟ أنا أخوك. هو أخوك؟ نعم يا يهودا، أنا يوسف. أنا أخوكم يوسف. 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 أخونا يوسف. يوسف. أدنوا مني، أنا أخوكم يوسف الذي بعتموه للإسماعيليين المتجهين إلى مصر، فلا تتأسفوا ولا يصعب عليكم أنكم بعتموني إلى هنا، لأن الله أرسلني أمامكم ليجعل لكم بقية في الأرض وينقذ حياتكم بخلاص عظيم. فلستم أنتم إذن الذين أرسلتموني إلى هنا، بل الله. ارجعوا إلى أبي يعقوب وقولوا له بأني حي وأقامني الله في مصر سيدا على جميع أرض مصر. قولوا له تعالى ولا تتباطأ، هيا أسرعوا في إحضار أبي يعقوب. Thank you.
وطوال 430 عاما تالية عاش نسل يعقوب في مصر. مات فرعون وطوى النسيان يوسف، وأصبح رعاة أرض الميعاد عبيدا في أرض مصر ينتظرون نبيهم موسى لينور عودتهم إلى ديارهم.